الزعتر والبابونج، هذه بتريحكم تخليكم تناموا كويس. ونوم النوم الكويس هو عبارة عن تحفيز لعمل الكبد وتنظيف الكبد، كله بنظف في الليل في الفترة المسائية، الكبد منظف في الليل والدماغ منظف في الليل، وصناعة الهرمونات لجسمك بتصير في الليل، وعملية إعادة البناء وكله بصير في الليل. وأكثر شغلة ممكن كمان إنكم تنتبهوا لها اللي هو التعصيب والضغط النفسي، اللي هي بتكون تخففوا منها شوية عن طريق هذه الشغلات اللي بنحكي لكم عنها، لأنها هذه بتزيد من الضغط على الكبد، إنه يزيد موضوع التحفيز للغدة الكظرية إنها تفرز الكورتيزول وتزيد الكوليسترول في الدم، والكوليسترول الزائد هذا بده يؤدي للتشحمات والتليفات اللي بدها تصير والالتهابات اللي بدها تصير في الكبد، وهاي مشكلة كبيرة. فنحاول نتخلص شوي شوي ونمتنع عن ما انتو معروف الممنوعات، السكريات، الدقيق الابيض، الزيوت القلي، هذه كلها جريمة، لانه الكبد ما بقدر يتعامل معها. الدخان، الارجيلي طبعا عامل اساسي في ادخال سموم مش اخراج سموم للجسم، اللي الكبد كمان بدها تزيد الطين بلي عليه. بس الوضع النفسي ضروري جدا دائما، لانه في وضع نفسي في ستريس، يعني فيش دورة دموية في الجهاز الهضمي، لا في الجهاز الهضمي ولا في الكبد، كل الدم بده يروح على الاطراف عساس يكافح عملية الهرب هذا، والكوليسترول بده يزيد وضغط الدم بده يزيد، وهذا كله بيأثر على الكبد. الوضعية الأفضل شيء لراحة الكبد، إذا بتكون تردوا علي، بتناموا على ظهركم، بترفعوا جريكم مرتين في اليوم لعشر دقائق كل مرة، وبتعملوا حركات بسيطة، حركات زي مساج ضغوطات على المنطقة الباطنية، وبتركزوا على منطقة الكبد، بتصيروا تأخذوا شهيق وزفير، كل ما أخذتوا شهيق بتضغطوا، فبتحسوا أنكم قاعدين تحركوا في الكبد شوي شوي، وتلينوا وتخففوا من الوزن ومن الأكل. وبعد الساعة 6 المساء حرام واحد يأكل أي شيء إلا شغلات الخضروات والفواكه الخفيفة البسيطة اللي نقدر ننام بصحة وبعافية. هاي أهم الإجراءات، إن شاء الله ما نكون نسينا شيء، بس بدناش نطول عليكم، وانتو دائما اللي بتقرروا، يعني بدكم المختصر المفيد نعطيكم المختصر المفيد، بدكم نتوسع في الشرح انا فيش عندي مشكلة، هذه هاي شغلتي وهاي وظيفتي، وهذا صار لي 30 سنة بس